أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم.